عندكم ايه في الفل؟ وحشتوني يا فروحة. حبايبي ربنا يخليكم والله وحشتوني جدا. معلش انا عذرا على السبوت اللي فوقي ده، بس ما يعني بصراحة ملوش حل تاني. يا فروحة انت القمر وحشتيني. مساء الفل احمد وهنون. شقرة يقبشني 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 ويقبرني كمان باللبناني كله. بصوا انا التيشيرت ده هو سويتشيرت، اول ما جبته انا برضه حسيت نفس الاحساس اللي هو كل يشوفني يقول انت مثلا كسبه هديه من ماكدونالدز او حاجه. بس والله يا جماعه لا، انا شاريه بفلوس اقسم بالله. بس هو عجبني، يعني عجبني ان هو اسود كله وفي حركه بس هنا. انا اصلا بحب الالوان دي يعني، فقلت انا هشتريه وخلاص. كان عجبني بقى فقلت لا هشتريه. انا هشتريه يعني، بس حاسه شعري منكوش. حياتي يا فروحه يلا كلميني، بس انا وحشاني قوي قوي قوي. نوري مصر ووطن عربي كله. سلاماتي قلبي تيجي بالسلامه ان شاء الله. نوري الوطن العربي كله. وحشتوني يا جماعة والله. من المنصورة يا الحمد لله من المنصورة. أهلا بكم جميعا جميعا. سلام هايدي، كيفك؟ أنا ناصر. أهلا يا ناصر. لو هايدي والله ما حلفنيش الحظ وشفت حد للأسف من البنات أو من رفايل. شفتش غير هدوش هادي عواضه، وباقي الناس كلها للاسف ما لحقتش اشوفها خالص. انا كنت رايحه في سفره شغل، وكنت طول الوقت يعني بصحى من النوم احضر حاجات او بصحى من النوم بعمل حاجه، فللاسف ما كانش في اي مجال ان اشوف اي حد خالص للاسف الشديد يعني. استعرفت على ناس جديده وشفت ناس حلوه قوي، ومبسوطه جدا جدا بالسفره دي. الحمد لله عملت فيها حاجات كتير حلوه، وتعرفت على ناس وصورت الفيديو كليب. انا من نفس المكان هنا بالظبط، قلت لكم قبل ما اسافر ان انا ان شاء الله هروح واصور فيديو كليب. فالحمد لله ربنا كمله على خير وسافرت. دعواتكم بقى ان شاء الله ان هو يعجبكم وانه ينزل ويبقى على خير يا رب. والله يعني انا للاسف قاعده برضو في كافيه، مش عارفه غني نفسي موقف. طمنينا على امورك، كله زي الفل والحمد لله كله حلو. انتوا وحشيني جدا. وعجبكم التيشيرت؟ عجبكم صح؟ فروحه تيجي تطلعي بيقولوا جست؟ تعالي نجرب يلا. لو فاضيه ابعتي لي ونطلع مع بعض. غني اجدع صحاب. اجدع صحاب صحابي من صغري، دول اللي يمشوا معايا دغري، دول الأغلى ناس هما الأساس. وأقول لكم إيه، قضينا أهم الوقت في حياتنا، دايبين في بعض في حكايتنا ولميتنا.
تاخد الاغنيه دي وتقولها احلى اصحاب صحابي من صغر. انا عن نفسي اهديها لابو ميادة. ايمان روحي نامي انتي، انت عندك شغل بكره. بصي ان شاء الله بكره عندي تصوير حلقه باذن الله هتعجبكم ان شاء الله قريب. حلقه حلوه 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 ومع مذيعه امارات، فيلا فكروا وخططوا. هي بكره هتتسجل ان شاء الله بس لسه هتتذاع، يعني مش لسه مش محددين امتى بالظبط. فمفروض بكره فمفروض انا دلوقتي اكون نايمه ومرتاحه في البيت وبريح صوتي، فانا بقى قمت لابسه ومظبطه نفسي وقمت نازله قاعده في كافيه تحت البيت وقلت اكلمكم. ايه رايكم في الخطه الجهنميه؟ السفيرة عزيزة، لا مش الستات ما بيعرفوش يكتبوا. حبيبتي يا ياسمين ميرسي، خطة جامدة صح؟ عارفين يا جماعة أكتر حاجة بتتعب الأعصاب أنا اكتشفتها والله العظيم، لما يبقى عندك شغل أو عندك مثلا الناس مثلا اللي عندها انترفيو او عندها مقابله مهمه جدا او مثلا داخله تعرض حاجه على حد ولازم لازم ان هي تبقى محضره كلام حلو قوي ومحضره لبس حلو قوي، الحاجه كل ما بتركز فيها فعلا كل ما بتنجح. يعني ده اللي انا اكتشفته، كل ما طبعا طبعا ان انت تحضر وان انت تشوف هتقول ايه وهتلبس ايه وهتعمل ايه طبعا ده حاجه لازم، بس ان انت بقى تبقى مركز في التفاصيل بشكل دقيق جدا وتقعد بقى تدعي وتقعد تقول مش عارفه ايه وتبقى متوتر، الحاجات دي بتبوظ الدنيا وبتخليك تطلع فيك ومصطنع ومش حلو. فانا بصراحه اتعودت ان انا اسيبها كده لله، بس طبعا ساعات كتير قوي بقى في اخطاء والواحد يعني بيحاول ان هو بعد كده يتفاداها، فاتمنى ان شاء الله يعني الواحد يتفاداها بعد كده. من الحاجات مثلا اللي انا يعني ان شاء الله قررت ان انا ابطلها بعد كده ما اطلع اي مقابله، ان انا احرك ايدي كتير قوي وانا بتكلم، طول الوقت بقعد احرك ايدي فبحس ان انا كاني